في عناوين النشرة، مجلس الوزراء يملأ الشواغر ويشكل لجنة لدراسة مراسيم النفط. الخطة الأمنية إلى البقاع بعد الشمال، الباب ينفتح على الجبل ومقاتلو المحاور للجديد. لعنة الله عليهم كلهم، على كل واحد بيحب بيت الحريري. أنا كل الآن تعرفي أنا مين، عم بحكي أنا مسؤول عن كلمي، هن اللي عملوا هيك، هن اللي خربوا الدنيا كلها. السلسلة تحت القبة وفي الشارع. أدعوكم التصويت والموافقة على توصية هيئة التنسيق النقابية. وحق المياومين أقر معدلا. مبروك للمياومين هذا الحق المكتسب. والمظلومية واقعة على الدفاع المدني. اسمح لي انزل بهالبدلة اللي حبيتها، اللي فيها دم اهلنا واخواتنا وعرق جرحات وعرق المرضى والشهداء، هول كل الناس بيعرفوا مين نحن. تنظيم اجناد مصر يتبنى تفجيري القاهرة. وفي النشرة، فارس الخير وعودة الملكة. مساء الخير. غلة وافرة في الأمن وواعدة في السياسة، واليوم الثاني من الخطة الأمنية انبثقت عنه خطط سياسية تركت ثمارا في مجلس الوزراء. فالتعيينات فاضت بجلسة مجلس الوزراء بود استثنائي، حتى أن حصة القوات غير الممثلة بالحكومة منحت للكتائب بطيب خاطر. المعينون احتفوا بمناصبهم وتقبلوا التبريكات، وارتفعت الأسهم النارية في سماء بيروت تهنئة لمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بالانتقال من الوكالة إلى الأصالة. واتضح أن للرجل مريدين يهتفون له ويضيئون له السموات، وما حدا أحلى من حدا. منسوب الغرام في الجلسة ارتفع بكلام وزير العدل أشرف ريفي ودعوته إلى إعادة إحياء قنوات الحوار مع حزب الله وعدم إبقائها على وتيرتها الخفيفة. ماذا يحدث؟ ريفي بطبعة جديدة، تعيينات بلا خلافات، تشكيل هيئة للنفط من دون المستقبل الذي ترفع عن قضية تقنية بحت. خطة أمنية تنفذ ما عجزت عنه خمس خطط سابقة، وحصيلة التوقيفات استثنت قادة المحاور، لكنها على ما يبدو جاءت بالتوافق معهم، بحيث تطلق صفارة المداهمات فيهربون أو يتدارون مع أول هدير الدبابات. الجيش أعلن اليوم أنه أوقف 33 شخصاً بينهم 14 سورياً، وصادر كميات من الأسلحة والدراجات النارية والسيارات، لكنه لم يعلن عن توقيف قائد قتال واحد، فيما أخضع للتحقيق كل من عبد اللطيف صالح وعلي فضة من الحزب الديمقراطي العربي لدى استخبارات الجيش في طرابلس، وتركا بسند عدم التصريح. أما رفعت عيد فقد نفت مصادره لجوءه إلى الضاحية كممر آمن إلى سوريا كما تردد. في المقابل كان زياد علوكي يؤكد أنه ما يزال في باب التباني وسط غطاء ديني قدمه داعي الإسلام الشهال، وقال للجديد إن زعماء المحاور في حمايتنا لأنهم كانوا يدافعون عن دينهم. وقياسا على أجواء الإلفة والأخوة في الأمن والسياسة، فإن الرئاسة تمر أيضا بمنخفض جوي رطب انعكس ربيعا على العماد ميشيل عون الذي قال لن أكون مرشحا في وجه سمير جعجع، وأضاف لن أنتحر إذا لم أصبح رئيسا، واعتبر أن لا إمكانية دستورية لوصول جان قهوجي إلى سدة الرئاسة، وأنه على علاقة طبيعية مع جبلاط وجيدة مع الحريري والسيد نصر الله، وقد سمع إشارات إيجابية من الرئيس نبيه بري. إذن رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في مقابلة مع الميادين أن لا مقاومة من دون البيئة الحاضنة التي هي الشعب،
ولا مقاومة إذا أرادت أن تتصارع مع الجيش. وعن ترشحه للانتخابات الرئاسية أشار إلى أنه في حال كانت الظروف مؤاتية لذلك وقادر أن يحقق شيئا فإنه مرشح قوي، أما إذا لم تسمح الظروف فإنه لن ينتحر إذا لم يصبح رئيسا، لافتا إلى أن القرار لم يحسم بعد والناس يظنون أنني أزحف للرئاسة وهذا غير صحيح. أنا لن أكون مرشح، أنا مبيل الدكتور سمير جعجع. أوكي. بس يترشح يتفضل ينزل على مجلس النواب واللي بيصوت له وإن شاء الله بينجح. يعني بيصير دورك إسقاط سمير جعجع هيك مش بفهم. خيي مش إسقاط والله العظيم، ما بدي أنزل ضد حدا أنا. أنا بدي صداقة الكل بلبنان وحوالي لبنان. كيف تترشح لوحدك بلبنان؟ إذا صار علينا تفاهم يمشي الحال. لا بس لازم يكون في مرشحين آخرين. في مرشحين آخرين كلهم ينزلوا يترشحوا إذا بيهدوا الأكثرية. يعني كلهم ينزلوا بتضلك مرشح إلا في حالة واحدة، إذا ترشح سمير جعجع ودعمه تيار المستقبل ما بتترشح. خلينا نكون واضحين. اللي عنده الطاقة ينزل على الميدان ويربح صحتين على قلبه. أنا بهني. ولكن لا تريد أن تنافسه؟ ما بدي نافس حدا. إيميل الفراغ الرئاسي قائم حاليا؟ قائم منه كل شيء قائم. كل شيء قائم، إذا بده ينلعب بقصة صحة التمثيل المسيحي، إيه قائم. إلحاقا لبياناتها السابقة، واصلت قوى الجيش إجراءاتها الأمنية في مدينة طرابلس وبعض مناطق الشمال، حيث بلغ عدد الموقوفين بتاريخه 33 موقوفا بينهم 14 من التابعية السورية. كما تم ضبط 15 دراجة نارية وعشر سيارات مخالفة، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية المتنوعة. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. الجيش يدخل باب التباني، توقيف مطلوبين، والتباني تعانق الجبل، ثاني أيام الخطة الأمنية في تقرير لنانسي السبع. التباني قبلة الجيش في ثاني أيام الخطة الأمنية، فعلى قاعدة الدشم بالدشم تصرفت القوى الأمنية مزيلة متاريس التباني ومحاورها كما فعلت في جبل محسن. فتحت المعابر ومعها الأيدي، فتعانق المتحاربون في لقاء تم بلا موعد وبلا ابتسامات مسبقة، هو كما المثل اللبناني محبة بعد عداء. أنا صلي خمس سنين ما فيت على جبل محسن، وأنا هلا مستعد أطلع أقرب جبل محسن، مع العلم إنه جبل محسن ميت لي اثنين أخوة، اثنين أنا ميت لي من جبل محسن، وبرضه ما عندي مشكلة، يعني هيدي أمور خلصنا منها، نحن ما عندنا مشكلة، مستعدين نفتح صفحة جديدة مع أبناء جبل محسن، ولكن بشرط أنا نخلص من ظاهرة شيء اسمه حزب العربي الديمقراطي. بتمنى من هيئة الجيش التراعي المطلوبين وتقدر ظروفهم وتقدر حالة قلبهم وتساويهم بغيرهم. نحن رحبنا فيهم وأهلنا فيهم، يعني الشباب اللي عنا رحبوا فيهم، بس إنه هالشيء اللي عملوه هذا غلط عيب. صار يخلصوا صور شهداء لنا، هذا عيب. حكينا مع الجيش، نحن قلنا له الجيش والجيش منع، قطع اطلاعات على 100 شيء فيه، قطع اطلاعات مشان ما يصير اشكالات ويصير اي شيء. يلا عملوا، نحن بدنا صلح، بدنا العالم تروح وتيجي، بدنا نشتغل، بدنا نعيش بهالبلد. انا هويتي اللبنانيه حتى ابرم لبنان كلكم، ما انه والله ضلني بقلب بيتي، انا بدي ابرم لبنان كله، ما حدا يقول لي منك انت. بين ليله وضحاها اختفت الرؤوس الحاميه في التباني، قاده المحاور هجروا احياء حولوها على مدى سنين متاريس نصبوا انفسهم عليها امراء. ما بدنا يبينوا احنا اصلا، نحن ما بدنا اياهم اصلا، نحن بدنا هيدي البلد الناس تعيش باستقرار وامان. انا اليوم بدي ابعث ولادي على المدرسه وغيري وغيري وغيري، غيري بده يفتح محل يسترزق رب العالمين، نحن ما تعودنا لا على تشبيح ولا على سرقه ولا على نروح ناخذ خوي من الناس، تعودنا نشتغل بعرق جبيننا، تعودنا مين بيجي لعنا بنستقبله، كل الناس اخواتنا وكل الناس اهلنا بمنطقتنا بتجارتنا بمعاملنا مع الناس كلياتها. اول ما ابتدت اول خطوه المشايخ المجلس الاسلامي العلوي اللي عندنا، المشايخنا وقفوا عند الجيش هون، الله يحمي الجيش،
وقاموا الدشمة وكان الجيش واقف، ومن قبل الجيش والمشايخ تمت المصالحة وجينا كلياتنا عند بعضنا، وقفنا عند السكة تحت بوصنا بعضنا كلياتنا. يعني اللي كان يكره التاني يطلع فيه، يعني ما بقى نعرف شو بنعمل لبعضنا. يعني احنا اخوة بالنهاية ونحنا اهل، من احنا بنطلب انه عفو عام عن هالشباب ان كان من هون او كان من تحت، نحنا كلياتنا اهل، واللي بيغلط مين ما كان يكون يتحاسب. مشهد البؤس تجلى واحدا بين التبان والجبل، هو السبب وهو النتيجة، ويجمع المتخاصمون على أنه السلاح القاتل الذي يحتاج إلى خطة إنسانية هي السبيل لإنجاح الخطة الأمنية ولئلا يعيد التاريخ نفسه. الصورة هذه صورة حرب دارت في زمن السلم، أهل التبانة وجبل محسن هنا افترقوا وهنا التقوا، خطوط تماس السنين الماضية فتحت في لحظات، فيما في النفوس الحرب ما زالت دائرة. من طلعت الشيخ عمران حيث جرت مصالحة المتقاتلين، نانسي السبع، قناة الجديد. الجديد تدخل المحاور مجددا بعد انتشار الجيش اللبناني وخيبة لدى المقاتلين. وعريفي معهم لعنة الله عليهم كلهم، لك لعنة الله عليهم كلهم، على كل واحد بحبة الحريري. أنا كله الآن تعرفي أنا مين، عم بحكي أنا مسؤول عن كلمي. هن اللي عملوا هيك، هن اللي خربوا الدنيا كلها، الدمار كله مروهون. نحن ما كان عندنا ما بنعرف شيء، لا جبل ولا شو اسمه، كنا احباب واصحاب، وهلا احباب واصحاب حنصير اكثر احباب واصحاب. صرخه ابو رصاص ابن منطقه القبه ربما تكون اصدق تعبيرا عن خيبه ابناء المحاور من دخول الجيش اللبناني ازاء صمت زعماء كانوا لهم عونا في القتال. فالترحيب بدخول الجيش حمل في الوقت نفسه أسى وغصة عند معظم مقاتلي المحاور. شفنا أن الجيش فات على المنكوبين، هل صار في أي إشكالات؟ نحن أساساً المرحبين، ونحن ما كنا ما نحن المعنيين بشكل مباشر بالأحداث اللي صارت بطرابلس. أزك شباب من المنكوبين؟ أكيد لا، ما شباب، هن مبدئياً بالسياسة. بتحكي عن القادة؟ موجودين هن بالسياسة، وهن أساساً هن اللي حرضوا على هاي الأحداث. ما في داعي إنه القصة تطلع براس الفقير وبراس المعطر. سياسيين ضحكوا علينا وقولوا لنا ساعة بيفتحوا معركة ساعة ما بيفتحوا معركة، قاعدين عم يلعبوا بالعالم، بدنا نشتغل وبدنا نعيش بقى. من محور الشعراني إلى حي المنكوبين مطلب واحد، لقمة العيش في مقابل السلاح. ومنتمنى على كل المناطق إنه ما عاد يكون في إذن. يعني هلأ الشباب ما بقى حدا فيكن حيحمل سلاح؟ طب مين هيك زعلان انه بطل حيحمل سلاح فيكم؟ كلياتنا ما بدنا سلاح، كلنا ما بدنا سلاح، كل العالم ما بدنا سلاح، بس طبعا اللي بيرفع كلنا ما بدنا اكيد نرفع سلاح بوشتو، نرفع سلاح بوشتو كون مين ما كان، ما حد حن لسلاح ان شاء الله. هلا ما بدك نحن بنقول مش بدك تعلق عليك قويه الحجه، العالم كله منك تتمنى تشتغل تروح على الشغله وتيجي هناك تعيش هناك بسلام. قدامس انت فلت التميز. ايه يا مين يشوفني حاطه كيس ثيابي جنب راسي وما اقدر نعمل لا هرب وروح. وهلا نحن الحمد لله بدنا كل رياح بال وكل امان لنا. الدوله تأملنا شغل وصدينا، ما بنحمل لا بيروده ولا مدفعيه ولا بدنا شيء، هذا كله ما بيعني لنا، مجوزين وعنا عيال. هلا بدنا نحمل سلاح ندافع عن حالنا. ايه اذا رجع صار شيء. يعني ما سلمت سلاحك؟ ما سلمت سلاحك؟ اه ولا بسلمه. فوت على العلم، قبل ما يفوت على العلم بتعطي لهم تدبر لهم شغل قاعدين، ما كل اللي عم يحملوا سلاح بلا شغل، تفوت تدبر لهم شغل. يعني سلاح بيأمن لك معاشك؟ السلاح اللي بده نحمل، السلاح اللي بنحمل شو هو؟ السلاح اللي بنحمل شو هو؟ المطلوبون باستنابات قضائيه متوارون عن الانظار، وعمليات الدهم شملت بعض المواطنين. الشباب مطلوبين كل واحد متوارى عن الانظار، لانه انظلم. نحن بنظرنا انه انظلم الشباب المطلوبه، لانه هالشباب كلها اللي دفعت عن منطقتها ودفعت عن دينها، اجى بيت الحرير و14 اذار حبسوهم. بي هوني فاتح سمانه. وكل القصة انه طلعوا عم يداهموا، ونحن مع المداهمة، نحن مع الدولة، بس في شرط انه مين ما كان عم ياخذوا. اخذوا بي؟ اخذوا بي معلا، لا مذكرت طويف ولا على شيء. ولما الدكان لإلو؟ ايه، ولما بتفتح معركة ابي بيضلوا عن تحت الكظاف كرمال الجيش، يعطيهم خباز ويعطيهم دخونيتهم. على اي اساس اخذوا ابي كرمال عنده صندوق؟ شو اسمه بي؟ احمد خزنة. كرمال عنده صندوق فوضي بيحط فيه مصوري. بيوقفوه من امبارح لليوم وما بنعرف عنه شيء وكرمال شو. رئيس التيار السلفي داعي الإسلام الشهال يؤكد حماية قادة المحاور. ولا أرضى ولا أقبل أن يعتقل أي إنسان كان يقاتل دفاعا عن داره ومنطقته وعرضه. أنا ضد المجرمين فقط، ضد المجرمين والقتلة الذين
يسر أمرهم وهربوا. ألم يكونوا يقاتلون من قبل تحت نظر وبصر ومن خل... يعني كانوا يجتمعون مع الأمنيين والسياسيين وكانوا وكان بطلب منهم أو برضا منهم أو بغطاء منهم؟ استراحة المقاتلين أو الهدنة على الجبهات الطرابلسية لا تعني بالضرورة تخلي هؤلاء المقاتلين عن معتقداتهم وسلاحهم، إنما لكل وقت أذان. البقاع الشمالي يستعد لبدء تنفيذ الخطة الأمنية، أما مطلوبوه فاستعدوا منذ حين. أجواء المنطقة قبل دخول الخطة حيز التنفيذ، في هذا التحقيق للزميلة نوال بري. الخطة الأمنية الحاسمة انطلقت في طرابلس إذن على أن تستكمل على جميع الأراضي اللبنانية التي تشهد خروقاً أمنية تعرض الأمن الوطني للخطر ويليه أمن المواطنين، وعليه فإن البقاع الشمالي المضطرب سيكون الوجهة الأمنية التالية لحسم الفوضى الأمنية على الحدود عند عرسال وفي الداخل في بريتال وشراوني. فعرسال بحسب جوارها تستورد السيارات المفخخة وتستقبل التكفيريين، وبريتال بحسب أمنيين أدت دوراً في تصدير هذه السيارات إلى سوريا وتستقبل مع الشراوني المخطوفين. ولكن عرسال وبريتال لا تختصرهما عصابات اخترقت جو الأمن والأمان الذي يعيشه أهل البلدتين، إذ فيهما عائلات تنتظر الخطة الأمنية على أحر من الجمر لتنعم هي أيضاً بالأمان. في بريتال إذن ترحيب بدخول الجيش. كل الناس بدها حياة آمنة وبدها استقرار بحياتها، لكن استفادة من التجارب الماضية أنه بيصير في محاكمات ميدانية على طريقة يعني الصيد الموسمي، ومن ميلة تانية أصحاب النفوذ والسلطة السياسية تحديدا بتربي بؤر ومحميات، هذا ما اسمه أمن واستقرار. كمان نحن منطالب الدولة باسم الناس كلها أن تحضر بمؤسساتها الإنمائية والخدماتية بهالمنطقة لحتى نشعر بانتمائنا لهالدولة. ما في خروقات أمنية ببريتيل، بريتيل بلشت من امبارح الخطة الأمنية، امبارح ديهم الصبح ببريتيل، وأساساً الجيش ببريتيل موجود من قديمة مش من اليوم ولا من الخطة الأمنية، وأهل بريتيل كل أهل بريتيل هني مع الجيش. ولكن السؤال اليوم لسكان البلدة، أين هم المطلوبون الأبرز؟ وبينهم ماهر طليس المطلوب رقم واحد. طليس وفي اتصال به أكد للجديد أنه غادر بريتال منذ 10 أيام، وهو يرى أن دوره الأمني ضخم في الفترة الأخيرة كي يساوم به قادة محاور ومطلوبين بارزين، لكنه حرص على التأكيد أيضا أنهم لن يستطيعوا توقيفه، فهو متوار عن الأنظار. في شراوني آل جعفر يرحبون بالأمن، لكنهم كسائر أهالي البقاع الشمالي يأملون أن تنظر إليهم الدولة بعين إنمائية أيضاً وليس بعين أمنية فقط. شراوني شغلات محلية، لا دخلها بعرسال، لا دخلها بالهرمل، لا دخلها شغلة يعني إفراديات. وإذا أجوا في ناس من بيت جعفر بدون يوقفوهم ما حدا حيمنعهم؟ لا 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 أبداً، ومنتمنى بالوقت ذاته ينحمل العصا تنحمل الجزرة معها. بعدنا بالوعد يا كمون، ومثل ما قال الرئيس بري، كل قد ما بدك، صحيح لا تشوف ومشوف لا تاكل. الى اللبوي توجهنا لنرى تقييم الاهالي للخطه الامنيه، فاذا بنا نصل على وقع 3 صواريخ اتيه من جرود عرسال، فاصابت الطريق العام في البلده مؤديه بحياه السوري شفيق عباس الذي كان يعمل في احد المحال. لقيته مدرر انه سهري، هو وسهري وبيكون حسين الهجيري. نحن اول موعين على الدنيا بنعرف لا في السنه ولا في شيء، يعني نحن ربينا اهل واخوه، وهل اللي عم بيصير بعتقد لازم بقى القوى الامنيه تاخذ موقف وبدنا حل. يعني سهرك من عرسال؟ سهري من عرسال. وفي حين هرب مطلوبو بريتال يلحق بهم مطلوبو عرسال، تبقى الخطه الامنيه رادعا ظرفيا للمطلوبين في وقت يتمنى المواطنون ان تكون هذه الخطه نهايه لتعنتهم. من البقاع الشمالي، نوال بري، قناة الجديد. صفحة أخبار محلية في هذا التقرير. مشهد يختلف عن الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، إذ إن الأجواء كانت هادئة ولم يتخللها أي إشكال، وجرى تمرير 10 تعيينات موزعة طائفياً وجاءت على الشكل التالي:
القاضي سمير حمود نائبا عاما لدى محكمة التمييز، اللواء إبراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، فاتن علي يونس مديرا عاما للشؤون السياسية واللاجئين، منصور ضو محافظا للجنوب، جوني أبو فاضل مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستخدام، القاضي أحمد حمدان رئيسا لديوان المحاسبة، حبيب مرعي مفتشا عاما للتفتيش الصحي والزراعي والاجتماعي، حنا العميل مديرا عاما لمكتب الجنوب للشمندر السكري، كمال حايك رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان، لانا درغام مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس. وجرى في الجلسة تكليف لجنة لمتابعة مراسم النفط. قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الطاقة ووزير الخارجية ووزير البيئة ووزير الصحة من أجل دراسة الموضوع ووضع تقرير بصدده لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة. زارت لجنة التواصل النيابية التي تمثل كتلة التنمية والتحرير كلا من النائب محمد الصفدي والنائب محمد حردان وأمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان، حيث جرى البحث في ظروف إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري. أكد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن الرئيس الجديد يجب أن يكون كبيراً بحجم لبنان المقيم والمغترب، وفي خلال حفل إطلاق مشروع قانون اللامركزية الإدارية في قصر بعبدة أشار سليمان إلى أنه لا يمكن بناء الدولة من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. الأمر الأخير بدي أحكي عنه متابعة الحوار. بالأمس عقدنا جلسة وبلشنا نحكي بموضوع استراتيجية، رح نعقد جلسة أو لا نعقد، الأفضل نعقد، إذا انتخب رئيس قبل هذه الفترة نقرر إذا كان في لزوم لعقد الجلسة أم لا، المهم أن يستلم هذا البيرق العهد الجديد، المهم أن نتابع مناقشة الاستراتيجية كما سمعنا مع الرئيس الجديد، وأنا أصر على الرئيس الجديد. أعرب المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في بكركي عن تقديرهم للمساعي التي أدت إلى إطلاق سراح راهبات معلولة، آملين أن تمتد المساعي لتشمل اللبنانيين في السجون السورية. يبدي الآباء ارتياحهم لبدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في مدينة طرابلس، ويتمنون أن تعمم على المناطق الساخنة الأخرى. اعتصم عدد من هيئات المجتمع المدني في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية على أساس النسبية الذي ستجري مناقشته الخميس في جلسة مجلس النواب. إذا كان في حرص بالحد الأدنى على تدارك انزلاء المخاطر إلى القعر، مفترض كل الناس من باب المسؤولية ياخدوا هالقرار، حتى لو بدهم يدفعوا شوي من تسلط زعاماتهم كل واحد على قطيع اللي متسعمه. ما في ديمقراطية من وجهة نظري إلا باعتماد نظام نسبي اللي بياخد بعين الاعتبار هواجس كل المجموعات الطائفية والسياسية خصوصا ويمثلها بشغل متناسب وصحيح بمجلس النواب. فاقمت أزمة النزوح السوري مشكلات العكاريين وأوضاعهم المعيشية، وتزايدت النقمة على عمل مفوضية اللاجئين والمؤسسات الشريكة وتحديداً لجهة الفساد، حيث يؤكد النازحون أن غالبية المساعدات ذهبت سمسرة بين الموظفين وعدد من الفاعليات، وقد أقدم عدد من الشبان من بلدة خرب الداود وعلى مدى أسبوع كامل على منع موظفي الأمم المتحدة من دخول البلدة اعتراضاً على سياسة الترقيع وتفقير الناس وتجويعهم وإذلال العائلة اللبنانية، ونفذوا اعتصاما رمزيا قطعوا فيه الطريق العام. نفذ عمال وموظفو مصلحة مياه البقاع اعتصاما أمام مبنى المؤسسة على أوتوستراد زحل سعد نايل، قاطعين الطريق أمام السيارات لبعض الوقت، حيث طالبوا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مهاجمين المؤسسات الاقتصادية التي هددت بصرف الكثير من الموظفين بحال إقرارها. نحن صرنا بأسوأ حالاتنا، خاصة المؤسسات الخدمية الخدماتية، تصوروا أكبر راتب مع تعويض عائلته مع كل شيء عندنا معاشه مليون ومليون ومئة ألف ليرة. وأشار النقيب إلى أن كثرة العمال الأجانب تسبب بالاستغناء عن عدد كبير من العمال اللبنانيين. صفحة أخبار دولية في هذا التقرير.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن لا خيار أمام الشعب السوري سوى الانتصار في حربه على الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الثبات والتمسك بالتنوع والاعتدال. واعتبر الأسد خلال استقباله وفدا روسيا نقل له رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الدور المهم الذي تلعبه روسيا يسهم في رسم خريطة جديدة لعالم متعدد الأقطاب يحقق العدالة الدولية ويصب في مصلحة الدول والشعوب المتمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فلفت إلى أن صراع المصالح بين روسيا وأمريكا كان سبباً في فشل مجلس الأمن في إيجاد مخرج للأزمة السورية، واصفاً فشل المجلس بالفضيحة وداعياً المعارضة السورية إلى ضرورة توسيع قاعدة مشاركتها للأطياف الأخرى وتجاوز الخلافات فيما بينها لتكون واجهة حقيقية تمثل سوريا. في الميدان زار رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة مناطق في محافظة اللاذقية التي يشهد ريفها مواجهات عنيفة، وذكر مكتب الجربة في بيان صحفي أنه زار جبل التركمان وجبل الأكراد في ريف اللاذقية اللذين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة منذ أشهر، في حين يسيطر الجيش على ساحل اللاذقية. تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم تنظيم أجناد مصر في بيان عملية تفجير 3 قنابل في محيط جامعة القاهرة في الجيزة أسفرت عن مقتل رئيس مباحث قطاع غربي الجيزة العميد طارق المرجاوي وإصابة 5 من ضباط مديرية الأمن. طمعين تأمين لجنة الجامعة، كنت أنا والعميد طارق المرجاوي والعميد عادل هيكل والمقدم حازم العراقي والرائد حسن الصبان. وبعدين كنا واقفين، كان طارق بن مرجاوي مجتمع معانا بيدينا التعليمات، واحنا واقفين في اللحظه لقيت القنبله انفجرت الاولانيه، ابتدينا نتفرق. طارق هو الوحيد اللي فضل في مكانه، كلنا جرينا الناحيه التانيه، رجعنا بعدها تاني عشان نطمن. كان طارق بيوقع في الارض، وكان عبد الرحمن بيصرف كان واقع في الارض، جرينا عليهم عشان نطمن، كانت القنبله التانيه انفجرت. وقد شيع المرجاوي بحضور رئيس الوزراء في وقت ذكرت وزارة الداخلية المصرية أن التفجيرات ناجمة عن عبوات ناسفة زرعت في الأشجار. هيئة التنسيق عادت إلى الساحة وشد السلسلة مستمر. من كل المناطق تقاطروا، من كل الأعمار نزلوا أساتذة وطلابا وإداريين، مطلبهم واحد هو الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب. بكل اللغات التي يعرفونها توجهوا إلى النواب خلال اجتماعهم في الهيئة العامة للمجلس النيابي. بدنا نجوز أولادنا، صرنا رح نطلع من التعليم، ما عم نلاقي شيء مشجع من الدولة. الأول لليوم ما كير مشينا بالأضراب من الأول للآخر، بدنا فعل ما بدنا كلام. شكرا. يعرف المعتصمون هنا أن مطلبهم ليس مدرجاً في جدول أعمال الهيئة بسبب خلاف داخل اللجان المشتركة على موضوع الإيرادات اللازمة لتمويل السلسلة، ما استدعى تأجيله إلى اجتماع اللجان المشتركة يوم الجمعة المقبل، لكنهم نفذوا الإضراب الشامل في المدارس والإدارات الرسمية ولوحوا بالتصعيد بالإجماع. اللي عم تطلبوا منه السيادة هيضل عم يستشهدوا، ما يستاهلوا راتب العائلة تبعتهم بعد ما يستشهدوا يعيشوا فيه ل10 شهر. بدكن تربية وتعليم بدون أساتذة أكفاء، بدكن إدارة ناجحة بدون موظف محترم بيعيش ل15 شهر. بالتصويت والموافقة على توصية هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ كافة أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا للإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. وزير التربية الياس أبو صعب نزل إلى الساحة، فوعده الوزاري الأول كان للمعتصمين فيها. حبيت أطلع اسمع أنا وبلا تعليق، ما بدي أحكي. بتوعدهم بشيء يعني خير؟ وعدتهم اللي بدي وعدهم وهن بيعرفوا أنا على شو عم بشتغل. أما ساحة رياض الصلح فشهدت حراكاً من نوع آخر. مش عاجبه وظيفته يفل، كل وزير مش عاجبه معاشه يفل، كل رئيس جمهورية مش عاجبه معاشه يفل، كل مرة مش عاجبها جوزة معاشه. يا بتكون زلمة يا روح لوش والبك.
وفي زحمة الحركات المطلبية تحذر هيئة التنسيق النقابية من أن المرحلة مفصلية والانفجار الاجتماعي يضاهي الانفجار الأمني خطراً. ما مدى التزام المعنيين الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية؟ وما مدى تأييد الشارع لتحرك الهيئة؟ عادت هيئة التنسيق إلى الشارع توازياً مع الدعوة إلى إضراب لموظفي القطاع العام وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة. أغلب الوزارات كانت فارغة، ما يدل على التزام الموظفين دعوة الهيئة. كذلك التزمت الأغلبية الساحقة من المدارس الرسمية التي أغلقت أبوابها لينضم أساتذتها إلى اعتصام رياض الصلح. أما المدارس الخاصة فانقسمت بين ملتزم الإضراب وغير معني به، غير أن مصادر هيئة التنسيق أكدت أن أساتذة تلك المدارس يعانون قلة تحصين القانون لأي عمل نقابي يقررون الانخراط فيه، وهو ما يؤثر دوما في نسبة مشاركتهم في الإضرابات. أما الناس في الشارع فتوزعوا بين ملتزم تأييد تحرك ومطالب هيئة التنسيق النقابية وغير آبه بالتحرك من أساسه. البلد واقف معهم حقهم كعمال هولي كأساتذة حقهم يغلوا مطالبهم. أي تنسيق أي دولة ما في، لا تنسيق ولا دولة، ما بيهمنا الأمر العام. ما في شفت أي هيئة اللي كانت، مش بس هيئة التنسيق، اشتغلت وعملت إضرابات وفعلت فعلة وعملت نتيجة، إن شاء الله بتعطي نتيجة، ما بدنا غير هيك. كمان هيك أختهم كله أنا ما بعترف بحدا فيهم هولي، ما بعرفه حتى بهيئة التنسيق ولا تنسيق ولا هلا اي تحرك نقابي مهم بوجود هالنظام هالفراغ اذا بدك بالنظام، فراغ بالسياسي، فراغ بس انه عم بيكون محدود هامشي، يعني بيمثل مجموعه من النخبه اللبنانيه ما بيمثل كل الشعب. سلسله رتب والرواتب منا حكر على 14 اذار ولا على 8 اذار، هي طلب محق لكل الموظفين سواء بالقطاع العام أو بالسلك العسكري والأمني. أما الالتزام الذي تبقي الهيئة نظرها شاخصا باتجاهه فهو نسبة التزام الأحزاب السياسية، ما سبق وأعلنه ممثلوها منذ نحو عام في اليونسكو عندما تباروا على الأكثر تأييدا للهيئة ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب. كلكم معنا تفضلوا مين ضدنا، بس مئاتي ضدنا مش أنا مئات. وعوا شوي الوحدة وعشرين الشهر مش راح يبقى دليل. هناك من التزم بإضراب هيئة التنسيق النقابية وهناك من لم يلتزم، وهناك من السياسيين أيضا من التزم بمواقفهم وهناك من لم يلتزم، ومن المواطنين من التزم بتأييده الإضراب ومن لم يلتزم. أما الالتزام فيبقى للاتحاد العمالي العام الملتزم الإضراب منذ ما قبل هيئة التنسيق وحتى ما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. جاد غصن، قناة الجديد. وللدفاع المدني حق والساحة تتسع للجميع. في الحرائق كانوا، في الفيضانات كانوا، في الحوادث الفردية كانوا، في الانفجارات كانوا، وأينما حلت الكوارث كانوا. بملء إرادتهم تطوعوا في الدفاع المدني وأمضوا سنوات طويلة دفعوا ثمنها أرواحاً وإعاقات دائمة، لكن هؤلاء يحتاجون إلى عون كي يكملوا الجهد، عون يبقى غائباً في ظل تجميد قانون التثبيت منذ عام 2007 بعدما اتفقت الكتل النيابية عليه وخصصت موازنة له. القانون كان مدرجاً في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، سمع العناصر كلاماً عن سحبه فأعلنوا حالة طوارئ، نزلوا إلى ساحة رياض الصلح طالبوا بحقهم بكلام وابتسامات ودموع. يا شيخ سعد الحريري وكل النواب والوزراء، معلش اسمحوا لي، أنا نازل على البحر أول نهار بدي أعتصم على الرمل، ثاني نهار بدي أنزل على المي، ثالث نهار بدي اسبح، يمكن السمك اولى بلحمه. فتنا على الدفاع المدني من نفسنا، مش من كرمال لا مصاري ولا شيء، بس كمان انه يروح حقنا هيك، يعني دغري يسحبوا الاشياء دغري، ما بيصير هيك. عم يحمي كل الناس واهل منطقتي، نحن قضينا من المصايب كثير وقضينا من العذاب كثير، يعني تعرضت حياتنا بال2005 بحرب البارد
لكثير من المخاطر والإصابات. بال 2007 كمان نفس الشيء تعرضنا للانفجارات وللاغتيالات. أنا متزوج وعندي 3 أولاد ومدمتي. يعني نحن عم متطوعين بالدفاع المدني، عم نعطي وقتنا كله للدفاع المدني، وعم نعطي جزء بسيط من حياتنا للشغل اللي هو ما عم نقدر نحن نأمن لقمة العيش لأولادنا فيه. القانون لم يسحب من الجدول، لكنه أرجئ للنقاش في اجتماع الهيئة العامة الأسبوع المقبل، في وقت خيمت أجواء إيجابية في المجلس النيابي ما استدعى إعادة النظر في التحرك. رح نجتمع ونقول الخطوة الثانية شو هي. أنا يمكن نهار التنين انزل على البحر، تنين ثلاثة أربعة يا بيجينا الجواب مش الحال منطلع، يا بكون لازم علي ينفذ لأنا وعدت كل الناس. للتذكير فإن من بين هؤلاء ما يتراوح من 1700 إلى 2000 متطوع لا يحصلون على أي بدل مادي، 640 أجراء و106 متعاقدون يقبضون بدلات من دون أي تعويض أو تثبيت. أما من هم في الملاك فعددهم 38 يتوزعون على 220 مركزاً على الأراضي اللبنانية. وفي سياق التحرك نزلت إلى الشارع عناصر من الدفاع المدني في مناطق متعددة من الروشة إلى الكولا، فطريق المعاملتين والمديرج وزحل والهرمل، فيما حرصوا على إبقاء الرقم 125 متاحاً لمن يحتاج إلى المساعدة، فأولوية الواجب تفوق أي اعتبار حتى لو كان حقاً مشروعاً. إقرار قانون المياومين وإجازة الأمومة أصبحت 70 يوماً في الجلسة الثانية التشريعية لمجلس النواب، في هذا التقرير للزميل رامز القاضي. لولا قانون المياومين على جدول أعمال الجلسة التشريعية في المجلس النيابي لمر 12 مشروع واقتراح قانون أقر في الجلسة الثانية مروراً عادياً. إذن وبعد مخاض كبير في الشارع وداخل اللجان، لاقى القانون المعجل المكرر لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجبات الإكراء طريقه إلى الإقرار. أخذ ببعض التعديلات اللي كانت مطلوبة، ولكن إذا بدك هي أساساً إيضاحات، يعني لأنه موضوع المناطق ما في تمييز بين المناطق، وهذا تم تأكيده من قبل رئيس المجلس، وبالتالي أيضاً أكدنا أنه مجلس خدمة المدنية صحيح إذا هو بده يعمل مثل ما هو محدد المباراة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل، كمان هذا أكد عليها النائب علي عمار ودونت في المحضر. مبروك للمياومين هذا الحق المكتسب الذي ما حصل ينسجم مع الملاحظات والاقتراحات التي طرحتها لجنة المياومين. رد فعل المياومين خارج المجلس كان مرحباً بالقانون الجديد. إجازة الأمومة أقر المجلس رفعها إلى 10 أسابيع بعد أن كانت 7 أسابيع، وهيدا تقدم جداً مهم بالتشريع اللبناني، مع أنه نحن طرحنا أنه نطلع على 12 أسبوع يلي هو المعايير الدولية بهيدا الملف، ولكن الإنجاز بعشر أسابيع هو إنجاز بالنسبة لنا كتير كبير. ومن أبرز القوانين التي أقرت تثبيت كتاب العدل، فيما أبرز الاقتراحات التي ردت تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، إذ استمهل وزير الداخلية نهاد المشنوق أسبوعين لدراسة القانون، ولكن بعد سلسلة مداخلات لعدد من النواب من 18 من أذار طالبوا بتثبيت متطوعي الدفاع المدني، أبرزها للنائب نواف الموسوي، أجل الرئيس نبيه بري القانون إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة وأعطى المشنوق مهلة أسبوع فقط لدراسته. أريد أن أطمئن المتطوعين والعاملين في الدفاع المدني بأن اقتراح القانون لم يسحب، لم يخرج من جدول الأعمال، لم تسترده الحكومة، ولا زال على جدول الأعمال، وسنبحثه في الجلسة القادمة. طرح اقتراح القانون الرامي إلى احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية، فرد الاقتراح إلى جانب نظيره الحق في الوصول إلى المعلومات بعد استمهال رئيس الحكومة لدراسته، وسط اعتراض وحيد سجله النائب غسان مخيبر، لترفع الجلسة إلى نهار الخميس عند الساعة 10:30، فيما حدد الأربعاء والخميس المقبلين موعداً لاستكمال الجلسات. تشبه كثيراً القوانين داخل قاعة المجلس النيابي حال مشرعيها، فهناك نواب نجوم وقوانين تسترق الأضواء من غيرها، في مقابل نواب لا يدرون ماذا يفعلون وقوانين لا يكترث أحد بما يصنع بها. من أمام المجلس النيابي، رامز القاضي، قناة الجديد.
طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت ينصبون الخيام أمام مبنى الإدارة، ورئيسها يعدهم في رسالة إلكترونية بالتوصل إلى حل يوم السبت. وجود عناصر القوى الأمنية بسلاحها بإذن من إدارة الجامعة على الأغلب قد يوحي بأن حركة طلاب الأمريكية رفضاً لزيادة الأقساط ومطالبة بالشفافية المالية يمكن أن يخرج عن سلميته. لكن في حرم الجامعة اعتصام سلمي، ولو أنه اتخذ شكلاً تصعيدياً بنصب الخيم على مقربة من مبنى الإدارة حتى يوم الجمعة. بلكي هيدي بتفرجي العالم اللي عم بفوتوا على الجامعة وعلى الإعلام إنه في ظاهرة بالجامعة، في تلاميذ إذا مش كل التلاميذ ما بدهم هالزودة القسط وما بدهم شفافية مالية بالجامعة. ما في شيء أصلاً اسمه أحزاب وطائف، هون نحن كطلاب الأيوبي واقفين كلياتنا بوجه هذا التصعيد المالي لأنه في عانة من كل الطبقات الاجتماعية هون بالجامعة. نحن بس نقول إنه نحن بدنا نوطي الأقساط، مش لأنه عم نغص بهالزيادة، بس هو إنه على مبدأ إنه عم نوصل لمرحلة إنه هلا أقساط ما عم تخلي ناس من طبقة معينة تفوت على الجامعة. انه بيع معه يدفع لك بالايوبي على شو بدك تحكي وعلى شو بدك تنتقد، بس بالذات الوقت انه الواحد بيطلع هيك بيقول انه مش كل مين قاعد بقصر بيكون ابن ملك. الاعتصام هذا جاء نتيجة أخذ ورد بين الإدارة والطلاب لم يفضي إلى نتيجة، فقبل أسبوع اجتمع مجلس الأمناء وكانت رسالته مرة جديدة أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس الموضوع. اجتماع تلته رسالة من رئيس الجامعة تحوي المضمون نفسه، ثم اجتماع الثلاثاء ضم الرئيس وأعضاء لجنة زيادة الأقساط، حيث قال إن درس ميزانية الجامعة لن ينتهي قبل 4 أسابيع، حيث يعقد الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء وتتخذ قرارات لا رجوع عنها. ما حدا بالجامعة بيقدر يعطي جواب نهائي قبل أيار شهر أيار، لأنه هيدي السايكل الدوامة اللي الجامعة بتتابعها لتاخد قرارات المالية. السايكل اللي عم يحكي عنه العميد انه ثالث مرة بيتقدم البادجت، بيتقدم اذا بدك البلان بس درافت بلان، يعني منه نهائي بس هيدا بيتصوت عليه وبيقرروا يمشوا عليه، والفاينل ديسيجن القرار النهائي اللي ما بيتغير هو بماي. لكن عددا من الطلاب كانوا ضد شكل التحرك ومعهم عميد الطلبة. كمان بتعرفي بالفولكلور اللبناني نصب الخيام له صورة مش دائما إيجابية. مع التحركات اللي عم تصير ومع التصعيد ومع السيت إنز وبدنا المطالب توصل، بس أنا شخصيا ضد الخيام. أنا مش ضد مبدأ الخيام بس ضد الطريقة اللي عم تنعمل هلا، يعني قبل ما يبلش يحطوا الخيام في كذا طرق ممكن نعملون قبل. ولكن يبدو أن التحرك هذا قد يأتي بنتيجة، فبعد نحو ساعتين من بدئه تلقفت لجنة متابعة الأقساط بصيص أمل. هلأ بعده وصلنا إيميل إنه رئيس الجامعة طلب إنه يجتمع معنا السبت الصبح، وطلب وحكى بالإيميل إنه هيدا رح يكون نهاية هيدا الموضوع يلي هو زيادة الأقساط. وبعد السبت إما الحل الجذري الموعود وإما التصعيد الطالبي المحسوم. رونا حلبي، قناة الجديد. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير. بعيدا عن الأعمال الفنية والحديث بالسياسة هالمرة، أحيا فارس الغناء عاصل حلاني حفلين خيريين ليكون لقب فارس الخير هو الأنسب له. فعاصي سفير النوايا الحسنة لمبادرة عيش لبنان ما اكتفى بلقب سفير كنوع من البرستيج، إنما قدم حفلات خيرية لمساعدة المحتاجين. وخلال الحفل كانت إطلالة لملكة جمال الكون جورجينا رزق اللي كتار بيسألوا عنها، ورغم عدم حبها للظهور إعلاميا أجابت إذا ممكن ترجع تحضر شي جديد. أحيا عاصي الحلاني خلال أسبوع واحد حفلين خيريين، أحدهما لجمعية أجيالنا التي تعنى بمرضى السرطان والآخر لجمعية بلسمات الخيرية، فماذا قال عنهما؟ طلب منا نكون معهم لإقامة هذا الحفل، وطبعا أنا كنت على استعداد لأنه الجمعية بتختص بأمور ناس هن محتاجين لنوقف حدهم، وهيدي مثل ما سبق وذكرت حضرتك لما تقول فارس الخير يعني ما نعمل خير ونوقف حد الناس،
فأنا بجرب قد ما فيي بنشاطاتي اللي بقوم فيها أنه يكون في يعني عدد معين من الحفلات والنشاطات هي بتختص بشؤون الناس المحتاجين، خاصة بهالوضع الصعب. يعني أنه الجمعية بتهتم بعدة نواحي إنسانية، مش بس السرطان، حتى المرأة المعيلة، الأطفال المشردة، يعني في كتير إشياء بيساعدوا فيها. وأنا بشد إيدي على إيده وبقول لهم، قلت لهم أنا حدكون وإن شاء الله نعمل إشياء تختص بهالجمعية إن شاء الله قريبا. وعن أغنية لوعين التي أطلقها للتوعية من مخاطر المخدرات قال العاصي، أصحاب الفكرة اللي هن الصليب الأحمر اللبناني، اللي هن كانوا يعني فكروا بهذا الموضوع، ولأنه يمكن أنا لحالي ما كنت يعني ما كانت واردة الفكرة عندي، ولكن لما عرضوا علي الموضوع والبروجي اللي عم يشتغلوا عليها والفيلم اللي عملوه كتير حبيت وانبسطت، لأنه دائما لما بصير في عندك عائلة وبصير في عندك أولاد بصير هاجس بالنسبة لألك هيدا الموضوع. يمكن نحنا كشباب وكرجال تخطينا موضوع أنه الواحد يقدر يغرينا بأمور من هالنوع اللي هي قصص التعاطي، وكيف بيبقوا بيجروا الأطفال والأولاد بالجامعات وبالمدارس لحتى يعني يجذبون على تعاطي أمور يعني بيضيعوا لهم مستقبلهم وحياتهم. فأنا اليوم خوفي على أولادي، خوفي على مستقبلهم. لما طرحوا الفكرة علي كتير انبسطت وحبيت، لأنه هيدا بالنسبة لي هاجس. ونحن دائما بالبيت مثل كل بيت لبناني يعني بنقول للأولاد ما تاخذوا شيء من حدا، ما إذا حط عطاكم حبة شغلة بالمدرسة بالجامعة يعني هدول، أو بالمول انتبهوا ما تتعاطوا مع مين من كان، يعني هدول صار نحن دائما نعلم للأولاد عليهم. فإجا موضوع أنا بدقني بالوتر يعني. وسرقت الأضواء إطلالة ملكة جمال الكون جورجينا رزق المعروفة بابتعادها إعلاميا، فماذا تقول عن إمكانية تحضيرها لمشاريع جديدة؟ إن شاء الله قريباً، إن الله راد إن شاء الله. هلأ فضيت يعني، لأنه أولادي كلهم ساروا بجامعات برا، وهلأ مبدئياً فضيت، وإن شاء الله خير. أكيد بعمل شيء، أكيد إذا ما بعمل أنا لحالي بساعد غيري. وبالبانوراما الفنية، الأمم المتحدة أفرجت عن فيلم زيارة أنجلينا جولي إلى لبنان، حيث زارت مخيم اللاجئين السوريين. نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان دعت لمساندة كسب. النجمة الأسترالية نعومي واتس ندمانة على تجسيد قصة حياة الأميرة ديانا. وعازف الإيقاع روني براك يواصل جولته حول العالم. You said your mom had long hair. Tell me something else about your mom. I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like. Was she like you? بعد مرور أسابيع على زيارتها لبنان، أفرجت الصفحة الخاصة للأمم المتحدة على موقع يوتيوب عن فيديو رسمي لزيارة نجمة هوليوود أنجلينا جولي مخيم الدباغة للاجئين السوريين قرب زحلة، حينها منع تصوير زيارة سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا للاجئين، وكانت كاميرا خاصة بالفريق المرافق من مساعدين ومترجمين تصور. ويظهر الفيديو تواجد أنجلينا جولي مع الأطفال والكبار في خيامهم التي زارتها وهي تستمع إلى مطالبهم. ضمن جولاته المتواصلة والناجحة حول العالم، حمل المؤلف الموسيقي ضابط الإيقاع روني براك آلته هذه المرة إلى أرمينيا، حيث حقق إنجازاً فنياً راقياً في دار الأوبرا الكبير بدعوة من أكاديمية الأوبرا والباليه الوطنية وبرعاية وزارة الثقافة الأرمنية. وقد رافقته الأوركسترا الأرمنية التي تضم أكثر من 50 عازفاً بحضور السفير اللبناني هناك، الذي عبر عن سعادته بالعرض وعن فخره بما قدمه فنان من لبنان في الخارج.
يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دخلت على خط المعركة في سوريا من باب بلدة كسب الأرمنية التاريخية، فقد قررت كيم التي تعود جذورها إلى الأرمن المساهمة في الدفاع عن تلك البلدة، وذلك عبر تويتر حيث تبنت ما روج له النظام السوري عن أنه تم تهجير المسيحيين الأرمن من البلدة. وأطلقت النجمة العالمية هاشتاج على حسابها على تويتر سيف كسب وكتبت: أرجوكم دعونا لا نسمح للتاريخ بإعادة نفسه، في إشارة إلى المجازر الأرمنية التي حدثت على يد السلطات العثمانية. وغردت كيم في تغريدة أخرى وقالت: إن كنت لا تعلم ماذا يحصل في كسب ابحث عنها في جوجل، إنها فاجعة، كوني أرمنية فقد ترعرعت على سماع العديد من الروايات المؤلمة. دكتور، this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. You could always pop around the corner for supper with me. I'm serious. أعربت النجمة الأسترالية نعومي واتس عن شعورها بالندم بعد تجسيد قصة حياة الأميرة ديانا في الفيلم السينمائي ديانا، معترفة أن الفيلم لم يحقق إيرادات عالية وهو أسوأ ما حدث. وأكدت نعومي واتس أن شخصية الأميرة الراحلة مركبة، فكان لديها الكثير من الإيجابيات والسلبيات، وقد حاولت بقدر الإمكان إظهار ذلك من خلال الفيلم. لهون نوصل لختام نشرتنا الفنية، نشرة فنية جديدة مساء بكرة مع مواضيع جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. كان في النشرة: مجلس الوزراء يملأ الشواغر ويشكل لجنة لدراسة مراسيم النفط. الخطة الأمنية إلى البقاع بعد الشمال، الباب ينفتح على الجبل ومقاتلو المحاور للجديد. فقلعنا طلوها عليهم كلهم، على كل واحد بحبة الحريري. أنا كل الآن تعرفني أنا مين، عم بحكي أنا مسؤول عن كلمي، هن اللي عملوا هيك، هن اللي خربوا الدنيا كلها. السلسلة تحت القبة وفي الشارع. أدعوكم التصويت والموافقة على توصية هيئة التنسيق النظامية. وحق المياومين أقر معدلا. مبروك للمياومين هذا الحق المكتسب. والمظلومية واقعة على الدفاع المدني. اسمح لي انزل بهالبدلة اللي حبيتها، اللي فيها دم اهلنا واخواتنا وعرق جرحات وعرق مرضى والشهداء، هول كل الناس بيعرفوا مين نحن. تنظيم اجناد مصر يتبنى تفجيري القاهرة. وكان في النشرة: فارس الخير وعودة الملكة. هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.